مساكم الله بالخير. اليوم عندي فيديو عن رد حق ادوارد بخصوص ان الميتادور اسهل من فك وتركيب الكريكت. شوفوا يا جماعه، هو يوم ركبها طبعا كل شيء كان قدامه جديد، يعني للحين مو مستخدمه، مو مستعمله نهائيا، مو مشكله. هذا الحين مصكمتي انا مبطله رجليتها، الجسر، السبطانه، الماكينه. شوفوا ميزه الكريكت لما تيجي تبطلها كل اللي يطلع وياك اخر شيء، يعني تحطه بقوطي وانت فاكهه مفللها، كل هذا بغيه بغي مال الستوك، وبغي حق السبطانه من فوق. ماشي، هو حط تايمر انه بسرعه تتبطل، وانا بحط تايمر بعد. هذا التايمر جاهزة. تم. نص الوقت هو حط 4 دقائق، ماش كثر. هذا الكوكيت جاهزة. لو أعبيها الحين أفولها بعد يوصل 4 دقائق. Mr. Edward, where is my spare part for Edgar Matador? Where is? All, I have to speak English. All your dealer in the world. Now, sell cricket. Why? Because easy open, easy close. Very accurate. But you know, down, money down. You see this? Edward. هذا تحدي كومنت حطيته له على رمايته. اقرا. اوكي. هذا الكريكت. هو يحطها متمرس فيها، هو صانعها يحطهم انه يبطل سريع، يحط يرمي بسرعه. انا هني احط 15 قوطي ابي افتح البولت ماني قادر. شو السالفه؟ ما ادري كم ايش كذا صار في الوقت. انا بحط فيديو وبعد. هذا الكريكت، هذا ردي لك يا ادوارد، وابيك ترمي ل 410 ياردة. ادوارد، جيف مي This yard, please. The Edgar Matador. Edgar Matador. Edgar Matador. Down.
No need in Kuwait Edgar Matador. No need. Please, no need. Give me my spare part. 1 year and a half. I don't have spare part. This is why I love caliber gun. Because of this spare parts. If you want anything spare parts, you hustle. Spare parts. All this. Okay? Thank you, Edward. Thank you. This is Sniper Kuwaiti. Caliber gun in Kuwait. Okay? All your dealer now, all the world, your dealer now buy my sale cricket. This is a cricket. The best in the world. The best in the world. Okay, last talk. Last. Thank you.